هن نساء فضلن العمل الخيري التطوعي في شهر رمضان هنا بمطعم الرحمة وسط مدينة معسكر. برنامج يومي لتحضير الوجبات الساخنة يتقاسمنه مع بعضهن. الأخوات صبحوا هنا مبكرين وجايين، كاين اللي عندها أولاد، كاين اللي عندها بنات، كاين اللي عندها مرضى في البيت. يعني كل واحد شي يدير، واحد ينقي الخضرة، واحد يطيب، واحد ينقي، يعني كل واحد راه عنده المهمة تاعه. وحنا هذا يعني هذا العمل نتمنى إن شاء الله بيكون في ميزان الحسنات. هيا هذا الشهر نعاونوا فيه في سبيل الله، في وجه الله نعاونوا الإخوة المحتاجين. وأنا عندي الشيبانية مريضة في الدار، وكل عام نجي نعاون في سبيل الله. نظم وقتي كي نغدى من الدار ونعاون وندير فطور في داري، ونجوز الصباح هنا بكري ننقوا ونطيبوا، والواجب كاع اللي علينا ندوروا. ما يقارب 100 وجبة يوميا يتم تحضيرها بفضل المساعدات التي قدمها أهل الخير. سيد أحمد شاب أخذ على عاتقه هذه المهمة بتنظيم وتنسيق محكم. يعني راه عندنا اليوم أزيد من 84 صك اليوم، هذه راه عندنا أزيد، ولكن يعني نترقبوا في اللي يعني اللي غدا وبعد غد ممكن توصل 120 ولا 150. يعني نشكر المحسنين اللي راهم يزورونا ولبوا النداء يعني من أول مبادرة ومن أول يعني إعلان درنا على صفحات تاعنا تاع الفيسبوك. يبقى التضامن السمة الغالبة في هذا الشهر الفضيل بين مختلف شرائح المجتمع، نساء شباب ورجال هدفهم كسب الأجر كل حسب مقدوره.